شهد أهالي جزيرة الوراق إجراء القرعة العلنية لمن اختاروا وحدات سكنية بديلة أو قطع أراض سكنية بالمدن الجديدة، ومنها مدينة سادس من أكتوبر، حدائق أكتوبر ومطار إمبابة. وأعرب أهالي جزيرة الوراق عن سعادتهم بحصولهم على وحدات سكنية في مجتمعات عمرانية توفر لهم حياة كريمة. بمشاركة ما يقرب من 140 أسرة من أهالي جزيرة الوراق، أجريت القرعة العلنية لأهالي الجزيرة ممن اختاروا وحدات سكنية بديلة أو قطع أراضي سكنية بالمدن الجديدة، ومنها مدينة السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة. النهاردة إن شاء الله إحنا بنحتفل معهم بأول محور في قطع أراضي السكنية البديلة ليهم، بالإضافة إلى محور الوحدات السكنية البديلة، فبقى كده عندنا في أراضي سكنية لمن يرغب، وهناك أيضا وحدات سكنية لمن يرغب من هنا في الجزيرة. سعادتك الاراضي موجوده في مدينه حدائق اكتوبر، وفي ايضا اراضي قطع ارض سكنيه موجوده في مدينه 6 اكتوبر الجديده. حياه جديده ومستوى اجتماعي افضل لهم ولاولادهم، هكذا يرى اهالي جزيره الوراق مستقبلهم بعد ان ابتعدوا عن العشوائيات والانتقال الى مجتمعات سكنيه ارقى. موجودين النهارده بفضل ربنا وبفضل المهندس اسامه انه اعطانا حريه اختيار شقق او ارض. هي الخطوه كويسه، لان طبعا مدينه 6 اكتوبر من اجمل المدن اللي موجوده في المدن اصلا كلها، وبالذات كمان ان اكتوبر الجديده لها مستقبل اصلا. تعتبر جزيرة الوراق الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز الوراق الجديد، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، والتي تتمثل في أهم أهدافه مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.